تسلم رئيس وكالة الفضاء المصرية شريف صدقي أعمال الدورة 67 للجنة المعنية بالفضاء في الأمم المتحدة. تعد هذه هي المرة الأولى لدولة إفريقية أن تترأس أعمال هذه اللجنة منذ تأسيسها في ديسمبر عام 1959. جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الأول والمعني بالأنشطة القمرية المستدامة واللجنة 67 المعنية باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بمشاركة مصر والإمارات في فيينا.